بالبدايه خفيفه من اكون. احسنت معامله الاسرى، احسنت معامله الاسرى بعد فتح بيت المقدس 583. هو الاستاذ احمد، استاذ محمد هيطلع الاستاذ احمد. استاذ محمد والاستاذ احمد ابو عرب. صلاح الدين. صلاح الدين. انطلقنا بجيشنا واكتسحنا العراق حتى وصلنا الى بغداد. مين؟ المغول. المغول. اجابه صحيحه. دايما كده لما طالب زميلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم ستفتحون ارضا يسكر فيها الخيرات فاستوصوا بأهلها خيرا فان لهم ذمه ورحما. في الحديث ما يدل على صدق نبوءه النبي صلى الله عليه وسلم، وضح. في الحديث ما يدل على صدق النبوءه، وضح. حيث امر بأم خايفه المسلمين مصر متى تم فتح مصر؟ عادلين من الخلفاء. فج مجد قوله بقول الرسول صلى الله عليه وسلم انكم ستفتحون. هل هناك فرق بين استخدام سين وسوف؟ يعني ما في فرق من نقول مثلا ستفتحون او سوف تفتحون. اجابه صحيحه. مش فقيمه الجامع بين كلمتي ذمه ورحما. فقيمه الجامع بين كلمتي ذمه ورحما. ما الفرق بين الفعلين؟ ما الفرق بين الفعلين؟ ستفتحون استوصون. ستفتحون فعل معرب ولا مبني؟ استوصوا فعل مبني ولو مبني مبني على ايه؟ معرب اعرفه. واستوصوا؟ فعل امر مبني على حرف النون. اجابه صحيحه. قال خير من سنة ثانية. يذكر فيها الخراب، يذكر فيها الخراب. الفعل هنا مبني المجهول، ماذا فات؟ يذكر فيها الخراب، الفعل مبني المجهول، بماذا فات؟ العلم بماذا؟ العلم بإيه؟ العلم بالفاعل، هم قالوا أرضا نكرة تفيد، أرضا نكرة تفيد. أرضا نكرة تفيد، أرضا نكرة تفيد. تعظيم. تعظيم، إجابة صحيحة. كده نكتفي بسنة تانية، بس برضه التشجيع مش عاجبني.